اما باش نكونوا دغمائيين ووثوقيين في افكارنا، راه قادر انا نغوت وهذا يغوت. راه انا احتراما لكم سجلت. ها هي الاول شنو قال؟ عقود اللاعبين 8 فوت تصريح فوزي جمال ودو. الثاني مارس درت له هذا جلب المستشارين رفع المنع استقالات المكتب. انا الاسئله اللي دار كان مركيها. شوف كونوا شوف يجب ان نكون مسؤولين في كلامنا سيطر. اما باش نبغيو نخلقوا واحد الجو ديال البهرجه والبلطجه، انا اسمح لي اسمح لي اسمح لي انا كنقولها لك اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي نوت شوف لا ماشي هو ما كنقولهاش انت كنقولها له هو. لا اسمح لي اسمح لي شوف اسمع اشرف شوف 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 انا شوف 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 اسمع شوف شوف اسي وهو اسمع لي انا نعتذر ونسحب وهو يدخل غير هو يحترم الاخوان ديالو يحترم الزملاء ديالو يحترم الزملاء ديالو ما خلناش يكمل. كاين شوف كاين 40 اسمع 40 واحد هنا. الى كل واحد نعطيه 10 دقائق 400 دقيقه 4 السوايع. اسمع لي شوف اسيدي انا الى خطأ شوف الى اسيدي انا قلتها في السياق الى اولها هو انا كنسحب صافي هنا بلا غدا بلا ما كنقول لك هلا عندنا التزامات ولكن نطلبوا الاستدعاء. انا كرئيس الجمعيه ديال الصحفيين كنطلب الاستدعاء رئيس المحترم الله يجازيه بخير يقدم اعتذار للزملاء. اذا ما قدموش انا كاش اعتذار. انا شوف حنا قلنا شوف حنا غادي شوف اسي طارق اسي طارق انا ربما طريقه الفهم ديال شوف 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 طريقه الفهم ديالي ليك يمكن ما كانت صح. انا كنعتذر الا صدرت مني شي حاجه ولكن نتوما بيناتكم ما معتذرين. واش غير واحد وعشرة شكون هو؟ وقلت ثلاثة. كاين اسمح لي حشومة كاع سؤال الإخوان.